بالزربة عندهم تما مفسدين في البلاد، وهذا كان رجال راهم واقفين يحميوا هذا الوطن بإذن من الله عز وجل. 130 سنة من الاضطهاد. يا أهل غزة لا تحزنوا، احنا عندنا 130 سنة وشعبنا يضطهد وشعبنا يقتل. مال غزة في هذا الموضوع تيهضر على الاضطهاد؟ زعما هما تضهدوا زعما تحقروه اكثر من غزة، ما عادش اش بغي يعني هاد الشيء يدخل في شي مواضيع وتشتات. شعبنا يعذب، والنتيجة يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب. يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب. يا شعب ايوا انت يلا لك انت راجل ديال ولا تبان لي كيف المغرب شباب الجزائر لازم تعلموا تاريخكم. باقي تيهضروا على التاريخ، ما عندهم غرام التاريخ والو، تيهضروا على التاريخ ما خصهم. نحن لا نستسلم ولن نستسلم. يا ودي راه البلاد كلها خوانا، كلشي تيسلم وشي تيبيع لشي وغادي الوقت تيهضر على نحن لا نستسلم. اش تدخل ليهم؟ راه ما عمرك تزيد له قدام الا ما وقفتي على داكشي اللي كاين، الا ما كي تنقولوا عرفتي حقيقتك، عرف حقيقتك باش تصلحها وتزيد له قدام. ما انت كذوب فوق كذوب فوق كذوب فوق كذوب، ما عمرك تزيد له قدام. ونركع الا لله رب العالمين. كلشي هادشي كله كلشي الناس هكا. المهم هذا سيدي وصل معاه واحد النيفو خيالي. باقي واحد سمعوا معايا هاد الهضره، رئيس على راح للسيسي قال له دبر راسك افتح الحدود ولا خلينا نفوت خلاص مباشرة. يا جماعة هذه باينة واضحة وضوح الشمس، يا هكذا يا إما أن تكون أو لا تكون. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. معني ما يمكنش الايات القرانيه فين تيحطهم كل مره، تيحطهم في ذاك التاويل اللي بغا هو. تيهضر على غزه وقال لك مشى هذا، قال لي حل ولا قال لي حل ولا نفوت. راه كلشي محلول، ياك ديما مع برا فاح محلول، ياك البحر محلول، ياك الجو محلول، سيروا. كيفاش مشى عند السيد؟ ما يمكنش هاد الناس واصلين واحد النيفو ديال الرقيع. والله الا العبات، هذا هو العبات مع عندنا نفسي. وتيقول لنا ما نهضروش عليهم، هما تيجبدونا كل دقيقه وهما كلهم عبات على عبات. وتتوقعون ان الرئيس بكماله رئيس دوله يتحرك؟ مش خاينوا معنا الشعب تيق هذا الشيء هذا. تيروحوا بلا ندير اتفاقيات، انت عشرات وطيق وبطيئه ما تخش العقل هذه. نحن ساده، نحن قاده. قال لك الرئيس ديالنا ما مشاش زعما على السي عبد المجيد، ما مشاش قال لك لعند السيسي باش انه يدير اتفاقيات هذا. لا نحن ساده، نحن قاده. انا ريتك قال لي انا السمونطاج حنا كاع ما في راسناش، هو السلفقي مع برا ما راه مفتوح 24/24 مفتوح سير. انا هادشي واش شفتوا معايا هاد الناس هادو بزاف، والله الا بزاف والله. ايوا قال لك اسيدي الجيش وخويا 24 وست طائرات للدفاع الجوي. اول الجيش اللي قال لك بغي يمشي يحرر به ما عرفتهاش، وقال لك بيدخل علينا خوي 30 اجي نضحكوا لتجسيد قوة الردع الرهيبة لهذا المجمع القتالي واستعراض قدراته القتالية الهائلة بفضل ذخائره الجوية المتنوعة وسرعة اعتراضه للتهديدات المعادية على خطوط اقترابها البعيد. ما لدى دير سيلفي في وسط طيارة سقور لا تهاب الليل ترسل النار والويل لكل من تسول له نفسه المساس في وحدة ومصالح وطننا الغالي. سامحني جزائري وعلى الأقل في بناء عمارات ومشاريع. هذا هو الجيش اللي دابا نرجعوا عليه مزيان، سمعوا ليا فاش مشى، نعاودوا نرجعوا عندكم كل شويه فاش مشى السي عبد المجيد لمصر. في بناء عمارات ومشاريع اخرى. بحر قال لنا الفقيه مشى باش يقول لهم حلوا المعبر. قال لك لا مشينا باش نبنيو عمارات. بنيتيهم في بلادك بعدا تمشي تبنيهم في مصر. السي عبد المجيد الله يهديك اش هاد الشيء هذا عمارات. مقاولون العرب بالاخص في بناء عمارات ومشاريع اخرى. واخا
أخرى، مشاريع أخرى. المقاولون العرب بالأخص. كيفاش عرب؟ ما ماشي ماشي جزائريين ماشي مصريين. الجزائر مفتوحة على كل حال. مرحبا مرحبا بالشركات. أنا تيهضر على الاستثمارات. مثل إشارة الخضراء للسيد وزير الإسكان أنه يتعامل مع الأشقاء. عطى الإشارة الخضراء وزير السكن باش يتعامل مع الأشقاء. سي عبد المجيد نزيدو فيما يخص الأمور الأخرى عندي تتعلق باستراتيجية العامة تاع المنطقة وغير المنطقة. حنا ماناش أغبياء، حنا عارفين. لا أوهو لا تقولهاش السي عبد المجيد، لا أنتم ماشي أغبياء. شنو ماذا يجري في المنطقة وما هي الرغبات نتاع البعض؟ رغبات، ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. إن شاء الله تجري الرياح بما تشتهي سفنهم. أش تيقول هذا؟ أش تيقول هذا؟ إن شاء الله تجري الرياح بما تشتهي سفنهم. إن شاء الله تجري الرياح بما يشتهي سفنه. نعود الله تنعود. كل ما يتمنى المرء يدركه. إن شاء الله تجري الرياح بما تشتهي سفنهم. إن شاء الله تجري الرياح بما يشتهي سفنه. النص هكا والنص الآخر حتى هو هكا. بالأخر عاد السي عبد المجيد اللي زي يديروا عهدة تاريخ. ها واش تقول؟ إن شاء الله. ربما باختصار. إن شاء الله تتشوفوا معايا السيسي كي تيشوف فيه. شديد. السي عبد المجيد الله يهديك، واش أنت فين ما مشيتي خربها؟ فين ما مشيتي تتخربها هكا؟ أوا ما تلقوش صحابك تلقو سيسي ما طرفو سيسي ما تلقوش ذاك الرقيع ما نسلم ما نسلكوش. قال ليه ميساج واضح وصريح. قال ليه قالها للسي عبد المجيد تام على أهمية قريك عزازي الشمالي استعادة الاستقرار في المنطقة. استعادة الاستقرار في المنطقة بشكل بعيد عن التدخل في شؤون الدول او محاولة التآمر او محاولة اسكاء الفتن بين الدول بعضها البعض. عطاء من الاخر عارفو العلمي كان دوز 3 ايام نورمالمون كان عنده الزيارة 3 ايام دوز يومين وما عزاكش. قال له السيسي ويهرب في حالته لعمان. احنا غادي نشوفوه عمان اش دار متبعينه هنا. ضحكوا شوية. لن تتدخل ابدا في بين اشقاء الا للصلح. انت تدخل شي صالح انت فين ما حتزي رجليك كحله. ما نغدي لا طرف ولا اخر لان هذا لا واعي الشيء. الفتنه صعبه. عرفتي ابدا الفتنه اشد من القتل. اياه كاينه الناس الذين يفتنون ياك الخضيضير. دابا الفتنه صعبه. ها الفتنه وانا كنقول مال ولادك نهار وما طالهم الفتنه الفتنه. قول انت اللي كتقولها لهم. دابا عاد ولات الفتنه وداكشي اللي كدير انت في بلادنا هذه نص قرن شنو هو نسيم الحر. ها ولا حيتاش انت واقف قدام سيدك السيسي زمطك والله ما خلاك تخرجها. بقيتي عاد تمتم وتدور في عويناتك وتبلق فيهم ما قدرتيش تخرج الصحراء على فمك. سرك والله ما كاين اللي عرف لك عي ماكرون اللي يبوس ويعبص فيك ويعنق ويزيد ويخليك ويجي عندنا. انا كنتفرج دابا الرباط زاهيه ما شاء الله عليها نوار الله يحفظها بلادي والناس واقفين يستقبلوه يا سيدي بالزغاريت وفرحانه والدنيا زاهيه. وجلس انت تعكل في سراولك. جلس راشدتك راشدتك ملي كنتي داخل وتعكلتي مشيتي وجيتي ومشيتي وجيتي عربي يحفظ ما كنتي غدير زدف. تاكل واحد تاكيلة ما في بغيت نهضرش عليها عايز تكون بانت للشعب واحد شافها. عاد تاكيلة في الزربية كان بغيت تنشر كيفاش يتوقن على سي عبد المجيد تنهضرو على اقواله وافعاله
ونضحكوا ونشطوا. ما داك الشيء مسكين الا كان مريض وكان بغى يساعد داك الشيء تيهمو بينه وبين اللي خلق. ما عرفوا صح ما هي طبيعه العلاقات بين الجزائر ومصر. اعتقد انها على احسن ما يرام، في تفاهم تام هنا وهناك. هنا هذه ديجا الاولى انا شخصيا محيرتني، يعني كان تفاهم كبير ورانا في الامام ليني وعن متفقين في كلش، ما عندناش ديفيرجونس. تقولوا لا يا سي عبد بيجي تبون، انا مبدئيا عن بالي باللي مصر هي مطبعه، يعني من الاول هي اللي فتحت له بال تاع التطبيع، وحنا في الجزائر موقفنا معروف وواضح مع فلسطين ظالم او ظلومه، ومن فيه التطبيع بالنسبه لينا خيانه. فكيف ترك انا كي تقول لي فقط على المغرب طبيعي، هي انا فقط على المغرب. لا مع مصر ماشي في نفس الفكره ابدا، هما مشرقين وحنا مغربين، وزيد احنا مبدئيا كما نقولوا في الجزائر الناس ما تحبش الناس اللي طبع، ولكن كيفاه نحبوا مصر وهي طبع؟ ولا ما نحبوش الناس الكل فنحبوا المطبعين والمطبعين؟ لا سادي بولا سيتياسيون، هو معنا مع المطبعين ولا لا؟ الله اعلم، كي تفهمها فهمها لنا. هو براسه ما فهمهاش، هو يقولوا لي سير عند شي فلان تيمشي عند فلان. واحد الشيء لك الزياره كوميك حصلت التبون في مصر هذه يومين، هو في مصر والاعلام اللي هو كضرب الطم مولف التبون من يجيب شي شوشي رئيس دوله كيفرعوا لنا مخنا بالفيديوهات، عرفت شو كيزيدوا عليهم ديك الموسيقى ديال الحروبات وديك الموسيقى ديال زعما تاع قلنديزر زعما شوفوا القوه الضاربه مع من كيتلاقى. وهذه اعمل نفسك ميت ضاربين طم، ولكن حصلتكم والله تحصلتكم. انا اللي ما تسرطاتش ليا التبون، اللي ما تسرطاتش ليا هي انك خليتي الجزائريين يكرهونا هكاك لله في سبيل الله، بقيتي عليهم يا المطبعين يا الصهاينه، انا لا احط يدي في يدي المتصهينين والمتطبعين. حيانا الله تشناك في العهده الثانيه، اول زياره غديرها غتهز كابتك وتهز صباطك وتمشي عند اكبر دوله مطبعه فوق الكرة الأرضية، هي النمبر وان. واللي زادت ما تسرطاتش لي وبقى فيا حال وقال ما غنعسش التبون هي كتسمعتهم سمعتك بهاد الودنين اللي غياكلهم الدود، بارك عليهم أشقاؤنا المصريين. دير الفرزيات حتى في تطبيع التبون، ها ماشي حنا هما أولالك، ماشي حنا هما أشقاؤك، ولكن راه ما صدقتيش والله ما صدقتيش، تسحب لي عندك الكلمة ولكن طحتي من عيني، كنت كنحتارمك الصراحة، كنت كنحتارمك. وبقى فيا الحال، بقى فيا الحال التبون، تمشي تالهي وتقول لهم هما اشقاؤك، اختي راه ما عندنا زهر والله ما عندنا زهر. صح الاخت كارمين انت تصرات نضى سيدي داك معتز، ماشي هو بزاف الناس تيهضروا على عنده ديك واحد الفيديو مزروب على اش قالوا على السي عبد المجيد في مصر تام وبدون اي مبالغ، لقاء عار وزيارة عار يعلوها العار، هو ده يا عم. فضيحة 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 بأتم معنى الكلمة، في مؤتمر صحفي جمع عند الرئيسين فوق الكرة العربية كاملة وفي الرؤساء العرب كامل، وهو رئيس السيسي القازم، وجمع أكبر حمار وأكبر كذاب فوق الكرة الأرضية وفي إفريقيا ككلها، هو تبون راجل الزهرة. تخيلوا اجتمع وخرج في مستضيف في مؤتمر صحفي ما قدروش يذكرون، ما قدروش يذكروا الصهاينة بالعدو، بالعدو ما قدروش يقولوا العدو، ما قدروش يقولوا العدو يا جدك. تخيلوا اجتمعوا في اجتماع مغلق ومن بعد خرجوا في مؤتمر صحفي، وش هي الغايه تاع الاجتماع تاعهم؟ كما قلت لكم قبيله الهدف الرئيسي وهو ضخ المزيد من الغاز الجزائري الى اسرائيل عبر مصر، هذا على واش تلاقاو بصح. سمعتوا علاش تلاقاو؟ وفين كان الفقيه؟ فين كان الفقيه اللي قاعد قبيله تطرقع علينا وحل الحدود؟ هاك هاك الجواب من اولاد بلادك. باش يستبغلوا الشعب المصري والشعب الجزائري خرجوا بلقاء صحفي ماشي باش يمدوا على المجازر، ما قالكش نحن ضد المجازر وضد ما تقوم به اسرائيل، لا لا، قال لك درنا مبادره. وش هي المبادره هذه؟ تاع وقف اطلاق النار لمده يومين. لا كان خليت كثير قوي يا راجل، يومين كان لازم تخليهم ربع يوم، ربع يوم وبس، كثير جدا.
يومين وبس، لا خليهم ربع يوم وبس، كتير قوي كتير. احنا في احنا في يعني في اقتصاد، احنا في أزمة، لازم تقتصد بأزمة، العالم في أزمة، فلازم نقتصد ربع يوم وبس خلاص. يومين يا ربك يومين، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين 4 مقابل عدد من الفلسطينيين هذوك تعنمي، هذوك الفلسطينيين تعنمي هذوك لعدد لإطلاقهم. يومين؟ يومين. في مقابل إيه؟ في مقابل إن حماس تطلع 4 من الرهائن الإسرائيليين اللي معاها، ويطلع عشرة أسرى من السجون الفلسطينية، فنوقف إطلاق النار يومين. فالرئيس المصري يعني مصر والجزائر لما الرؤساء بتوعهم بيجتمعوا بيطلعوا بمبادرة يعملوا وقف إطلاق نار يومين، واليومين دول عايزهم عشان تعمل فيهم إيه؟ عشان تعمل إيه في اليومين؟ تاخد الأربع أسرى إسرائيلي يرجعوا وتعرف منهم معلومات عشان تكمل عليهم تاني؟ اليومين دول عشان يحصل ايه؟ هتقدر تدخل مساعدات؟ انت بتقدرش ترفع عينك في عين بنيامين نتنياهو. لسيد تبون والجزائر، انتوا ما معكوش اوراق قوة؟ انتوا مش مكسوفين؟ انتوا ما اتكسفتوش في المؤتمر الصحفي ان مصر والجزائر تقول لاسرائيل عايزين وقف اطلاق نار يومين بس، ونطلع لكم 4؟ جاتكم خيبة، جاتكم 60 خيبة، احنا مش هنلاقي لكم مكان في كتب التاريخ، احنا هنحاول ندور لكم على مكان في مزابل التاريخ، ولا اعتقد ان احنا هنلاقي مكان في اي مزبلة من مزابل التاريخ تقبل. اليوم هذا الرئيسين الانبان ابناء نتنياهو ما خلوش حتى الشعب المصري والجزائري يخرجوا يعبرون عن انفسهم وعن غضبهم اتجاه ما يحدث في غزة. انتوما هاد الرئيسين، الرئيس السيسي والرئيس تبون، حتى ما يروحوش حتى مزبلة التاريخ، لان حتى مزبلة التاريخ ليس لكم مكان فيها. انتوما يا رب ما فهمناش وش من خانة نحطوكم فيها، وش من خانة نحطوكم فيها ايها الانذار. خسئتم ايها الانذار. والله العلي العظيم الشعب الجزائري والشعب المصري سيأتي اليوم وينتقم منكم، ينتفضون وينتقمون. واخا ما عندما نديروا بهذا الشيء، هذا هو اللي قالوا، ما عندما نتدخلوا، احنا ما تدخلوش في سياسات ولا في دول اخرى، احنا نضحكوا هنايا. سامحني جزائري، وعلى الاقل وقفنا في مجلس الامن والامم المتحده، انت كشعب نايم تحت البطانيه بتعمل ايه؟ ده مش انا، ده اختي منى اللي عملت الحكايه. ايه اللي وقفنا في مجلس ده؟ يعني ده اتفه التفاهه. فين الشعب الجزائري؟ فين الشعب الجزائري اللي كان بيقول مع فلسطين ظالمة او مظلومة؟ فين الشعب الجزائري اللي كان بيبعت لي عشرات الالاف من الرسائل؟ ده احنا لو جيران اسرائيل كنا عملنا وسوينا، ما نزلتوش شارع. على قدر الحب يأتي الالم. كم مقدمة بالله عليكم عملناها للجزائريين في ذلك البرنامج احتفاء بحبهم لفلسطين، وعندما جاءت اللحظة يقول لي اصل وقفنا في مجلس الامن ووقفنا في ال والامم المتحده نتضارب مع دول كبرى من اجل فلسطين. عملت ايه بلدك؟ بلدي انا بقول اللي بتعمله على ربابه. عملت ايه انت؟ نبرأ الى الله لعل الله يتقبل كلمتنا في ميزان حسناتنا. ايه الجبل ده؟ عندما اختص الشعب الجزائري، لان الشعب الجزائري قدم نفسه انه غير الجميع. غير الجميع حبا وتضحية وفداء. وعندما تقرأ التاريخ تكتشف ان الشعب الجزائري غير الجميع. لم تقدم اي شعب، اي دولة كل هؤلاء الشهداء لتتحرر من الاحتلال كما فعل الشعب الجزائري. ايه اللي حصل لكم؟ ايه اللي حصل لكم؟ لعل المنع خير. شهر ورا الثاني ورا الثالث ولا الرابع ولا ايه اللي حصل؟ راح انا امالي قالوا داخلين فيهم بطولة عرض المصريين على فعيلهم وعلى هذا الشيء وباقي يزيدوهم. دولة فلسطينية في حدود 1967. عود في حدود 1967 67. شو تبغى تهضر على الدولة الفلسطينية ولا على إسرائيل؟ عاودها، راه ما سمعتهاش مزيان. في حدود 1967 فخامة رئيس الجزائري اليوم يعترف تعترف
بوجود دولة إسرائيل. هو ملي قال هاد الهضره فمو تيقول لك في حدود 67 فخامة الرئيس الجزائري اللي ما عمرو كان كيقول إسرائيل قالها واش كيقول الكيان حتى اليوم مع السيسي واه جات ترفص في إسرائيل كيفاش ما يقولها قال إسرائيل فخامة الرئيس الجزائري اللي دائما ما كيتكلم على الصحراء المغربية